السلام عليكم، معاكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو شباب راح العب بعض المراحل من ماريو ميكر، فما بيطول شباب في المقدمه، لا تنسوا الاشتراك في القناه وضغط زر اللايك نشر هذا الفيديو، استعدوا لهذه الرحله الجميله، اربطوا حزام الامان وخلونا نبدا. طبعا شباب قبل ما نبدا هذا الفيديو حاب اتكلم عن بعض الاشياء. طبعا انا في قناتي هذه افضل اني انوع في الالعاب، يعني الالعاب اللي انا احبها وتستهويني راح العبها بغض النظر سواء كان عليها دعم او ما عليها دعم، فان شاء الله اني راح استمر على هذه الوتيره وماريو ميكر ما راح اقطعها. تحب تدعمني كمتابع لي وكأخ كمحب حياك الله، ما ودك في هذا الشيء، أنا ما أجبر أحد على أي شيء، يعني براحتكم. فما بيطول شباب وخلونا نبدأ. طيب يا شباب، أنا صادف أني لما سويت البث طحت على هذا المصمم أو المصممة، ما أدري هو ولد أو بنت. على العموم أغلب المراحل اللي صممها كلها مهارات، فهذه المرحلة لعبها 321 خلصوها بس 26 والمحاولات 2037، فخلونا نجربها. كيل ذا يوشي، اقتل يوشي. ليش؟ كله كله ها فهمت. كله بغت يا عيال تجي بغت. لا ايوه ممتاز. قله ايوه اوكي فهمت. يس حلو جميل. بعد الوضع يا عيال، هنا يوشي سال فوق. يا حيوان ابو حديده. يا ما يرسب يوشي، احسن جبت العيد. طيب ما في مشكله، واللي والله يا حتى يوشي ما يرسب. يلا ما في مشكله. ايوه ايش عندك هنا؟ ما في شيء. ايوه لا هذه افخاخ اسحب عليها. اوكي لا يخدعك. حلوه المرحله والله جميله، فيها بعض المهارات والتخطيط، اهم شيء التخطيط كيف تتصرف مع يوشي، فجميلة المرحلة صراحة. طيب شباب، هذه المرحلة مكتوب عليها ميني كايزو، 543 اللي لعبوها واللي خلصوها 161 وعدد المحاولات 4992. 4900 4000 والله، المهم نار فوق ال 4000. على طول بدايتها خير. يا اخي ايش فيني انا؟ لازم يا ولد تركز. في شيء تحت؟ والله ما في الا الموت. يلا العوافي. ولي غلط. طيب انط فوق ولا تحت؟ اوكي اتوقع اني انط فوق ممكن. يس نوب. ولا ايش فيه يا عيال؟ في شيء غلط عيال. انا فهمت الطريقه الحين، فهمت طريقتها، بجيبها ان شاء الله الان. اوه حرام هذه الطريقه.
هات يوشي يا وحش وتجيب الفوز. جميلة المرحلة. أي شباب مراحل كذا فيها مهارات تتعلم منها ابدأ. طب هذا شباب ميني كايزو 2 لعبها 448 عدد، اللي خلصوها 137 والمحاولات 2224. فنشوف وش مخبيلنا هذا الأمريكي، ما أدري هو عد ولد ولا بنت، عد يعني لا تدققون، أتوقع أنها مدير. أخ والله كم أنت كبير، كم أنت كبير يا ابن الصحراء. مرة من أول مرة أجيبها جلد. ابدع. طبعاً هذه ميني كايزو 3 لعبها 377 عدد، اللي خلصوها 22 شخص والمحاولات 7780. واضح انها صعبة، فنشوف يا شباب. الله يستر بس. كله على طول يا عيل كذا من اولها. اوكي يمكن يا شباب على طول كذا استعمل، او اني لازم يا عيل انط على نفس البي سويتش، لازم يلا نطع البي سويتش، لازم يلا نطع البي سويتش وسوي شيل جنب. لا حلو 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 حلو. يو لا 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 لا، هدي 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 هدي. طب تحت ايش فيه؟ اوه يعني شيل جنب هنا بعدين اجي هنا وشيل. اوكي اوكي اوكي. لا 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 حرام. شكل ما يمديني ما يمديني ما يمديني. ايوه اوكي 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 اوكي، فهمت فهمت، بدأت افهم فكرتها. اوكي البس هذه يعني خذ هذه. اوه ليش ليش يا اخي ليش استعجلت؟ لا 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 ما تنفع هنا، هنا لازم ميد اير. جبناها يا عيال كفو. والله هاي المرحلة جميلة جدا وفيها مهارات صعبة، يعني مو صعبة يعني يبغى احتراف شوي. طبعا ما شاء الله هذا المصمم عنده، والمصمم ما ادري اذا هو ولد ولا بنت، على العموم عنده مراحل كثير كلها مهارات. بالنسبة لي انا شباب قررت انتقل الى مرحلة يزيد الجديدة. يزيد صمم مرحلتين، مرحلة رول لعبتها وجيت اسجل، للاسف لقيت انه نفس الجهاز ما هو راضي يسجل. على العموم طاف علينا يعني، ومستحيل اني ارجع اعيدها مره ثانيه لان ما راح تكون ردات الفعل طبيعيه. على العموم انا بلعب هذه المرحله تو مصممها يزيد جديده، لعبها 4 اشخاص خلصها واحد اللي هو محمد، والمحاولات 108. فخلونا يا شباب نبدا فيها. الله يستر على المراحل يزيد يا عيلته دائما تعرفونها. الحين صاير يزيد يجلد خاصه بالكايزو على طول كذا من اولها. اوكي عندي قنبله وعندي شيل جمب، ما في مشكله. اوكي حلو حلو، طيب ما في مشكلة. خلونا نشوف شو الوضع. اوكي هدي هدي، يلا ما في مشكلة، يزيد تستاهل نجمة مقدما. لكن ماريو ميكر 2 جاي في الطريق، ترى في ديسلايك، ها انت بنفسك يزيد. اوكي اوه لازم يا عيال اذا ضربت القنبلة ارفعها فوق عشان احطها هنا في الدائرة اللي عندها الباو ويجلد لي هذولي. اوكي يلا يلا فهمت فهمت. اوه شفتوا كيف؟ يعني جت معي بس يلا ما في مشكلة الحين بجيبها ان شاء الله.
اوكي يا سلام عليك. اوكي هذا ايش الجنب عكس. يا سلام يا سلام. اوكي هنا يقول لك زد. يا حبيبي كفو والله. يا سلام والله عليك. الحين على امورنا تمام. اوه هذه اوكي اوكي فهمتها. يا سلام هذا كذا طريقتها. اوكي 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 هدي. يا عيني عليك. يا الله والله خوفني يا عيال. اوكي ايش في هنا؟ هنا في مدافع. اوكي 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 هدي هدي. لا يا شيخ الحين بعيد من اول. يلا يلا ما في مشكله ما في مشكله عوافي. هلو هالمرحلة يا سيدي، يعطيك العافية، شكرا على المرحلة وعطيتك نجمة مقدمة، ننتظر جديدك اللي بيك تبدع. وبس يا شباب كان هذا مقطعنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عجبك الفيديو حط لايك وتعليق ونشر واشتراك وكل شيء زبطني. نهاية كل فيديو شباب أحب أقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سلام.